إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم. رمضان شهر العطاء من تقديم الشيخ شادي صازر. رمضان شهر العطاء برعاية منظمة رحمة الإغاثية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. مرة خاطب موسى ربه فقال: يا رب، كيف أشكرك وشكرك نعمة تستحق عليها أن تشكر؟ يعني أن يعيش الإنسان هذا الحال الجميل المتمثل بالشكر لله، والذي كان ثمنه زيادة في العطاء. كم هم المحتاجون في هذا الزمن، وكم من الفقراء في بلاد عياها الحرب، في العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي اليمن، ونحن في شهر رمضان. أليس لهؤلاء من حق علينا؟ أليس هؤلاء من حق على هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بمال وأمان وعيش رغيد وحياة سعيدة وأن تعيش بسلامة؟ هل تريد أن يستمر كل هذا لك؟ وهل تريد أن يستمر كل هذا العطاء في حياتك؟ كان بمقدور الله أن يضعك في منطقة فيها حرب أو مجاعة، لكن الله أكرمك وتفضل عليك وجعلك من هؤلاء الذين ينعمون بمنه وفضله وعطائه. فتمثل بهذا الحال شكرا بأن تشعر بشعور هؤلاء. شهر رمضان فرصة لأن تبذل في سبيل الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام جوادا، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان كالريح المرسلة. هذا الإنسان لا يحتاج لمن يذكره بفرض العطاء عليه، بل هو يلتمس كل فرصة ليحقق ذاته بأن يعطي هؤلاء الناس، بغض النظر عن دينهم، بغض النظر عن عقائدهم، بغض النظر عن سلوكهم. هؤلاء إخواننا في الإنسانية أولا، وعونهم فريضة علينا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فكن أنت ممن تعطي، وكن أنت صاحب اليد العليا، وكن أنت من الذين يشكرون هذا العطاء بأن تعطي. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. رمضان شهر العطاء من تقديم الشيخ شادي صازر. رمضان شهر العطاء برعاية منظمة رحمة الإغاثية.